على كثر ما لوحاتي حالها سهلة، ما أدري ليش الحين تطلبون لوحات سهلة بالألوان المائية. فخلنا نسوي لوحة سهلة، باخذ ماي وبحطه هنا على اللوحة كلها. الحين باخذ أزرق وبنزله كذي على اللوحة، بنزله من الجهتين، وفي النص بحط أصفر. الحين بجيب فرشاة مثل هذه بسوي كذي عشان أدمج الألوان. عقب ما نشف اللون باخذ أخضر وبرسم هنا لاين، بعدين بسوي زرق بهالشكل. الحين بنظف الفرشاة شوي، باللون اللي فضل بسوي كذي. الحين بفرشاة صغيرة باخذ أسود وبرسم أجزاء كذي. الحين بعد بالفرشاة الصغيرة بسوي كذي بالأسود، بس جهة اللي فيه أجزاء. الحين برجع للون الأصفر وبحط هنا لاين مقطع. خلاص ما أتوقع أقدر أسوي لوحة أسهل من كذي. مفروض إنك لكم تقدرون تسوونها من كثر ما إنها حدها سمبل.